اليوم سنتعرف على حرف الخاء. خاء، حرف الخاء. رددوا معي يا أصدقاء. خاء، حرف الخاء. كيفية كتابة حرف الخاء؟ نكتب حرف الخاء بهذه الطريقة: خط منحني، نصف دائرة، وفوقهما نقطة. هيا نحاول مرة ثانية: خط منحني، نصف دائرة، وفوقهما نقطة. هيا نحاول مرة أخيرة: خط منحني، نصف دائرة، وفوقهما نقطة. كلمات تبدأ بحرف الخاء. خ، خيمة. خ، خبز. خ، خيار. الواجبات المنزلية. การบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆเขียน حرف خ ตามเส้นประนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีขนมปังให้สวยงามแล้วก็ส่งคอลานะคะสำหรับวันนี้คอลาก็ขออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มะอัสสลามะอิลัลลิกอ